فما أحزاب سياسية وقوى داخلية وخارجية تحاول تأثر على كل ما يجم ممكن يأثر على الحياة السياسية في تونس وعلى الناخب في تونس. ومن أهم الحاجات اللي تجم تأثر على الناخب هي استطلاعات الرأي. فالمحاولات هذه موجودة، موجود شكون يحاول معناتها بالأموال يكسب ود مع هذا استطلاع الرأي، والإعلام أكيد زاد كيف كيف نفس الشيء. يعني احنا في من الناحية هذه في نفس الخانة. في الموجة 17 المقياس السياسي الشهري نلاحظ أنه فما تحسن في الرضا على أداء الحكومة بنقطتين، لكن بالنسبة تقعد ضعيفة نسبيا 32%. فما تراجع في الرضا على أداء المعارضة بنسبة 30%، كيف كيف زاد نسبة ضعيفة نسبيا. ولذا توضح أنه تونسي مازال مش راضي لا على الحكومة لا على المعارضة، وهذا استدعاء لهم زوز يحسنوا الأداء متاعهم. الوضع الأمني مهما قيل التونسي يحس أنه الوضع الأمني ما تغيرش برشا، 51% من التونسيين راضين على الوضع الأمني. في المقابل الإعلام مازال يتصدر المؤشرات الرضا بنسبة 66% من التونسيين راضين على أداء الإعلام. في المقابل ثم 28% من التونسيين مش راضين على أداء الإعلام، وهذا يخلي يفسر ممكن التنوع في تقييم الإعلام عند التونس. إذا تمت انتخابات رئاسية اليوم نلقاو أنه الباجي قايد السبسي يتصدر المشهد بنسبة 16.2% بصعود بقرابة 6 نقاط على شهر الفرد بعد إعلان على استعداده للترشح. حمادي جبالي يقعد في المرتبة الثانية بنفس النسبة 6.4%. حمل همامي يقعد في المرتبة الثالثة أما يتدنى 2.9%. وأحمد نجيب الشابي لأول مرة يصعد للمرتبة الرابعة وهو صعود بارز بنسبة 2.6%، ويتقدم على المنصف المرزوقي اللي يتحصل على نسبة 2.3% في المرتبة الخامسة.